أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة لنا ولكم منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، مما ينبغي للمؤمن أن يستحضره في سيره إلى الله عز وجل، سيره الدائم حتى فناء عمره، مما ينبغي أن يستحضره وأن يشتغل به اشتغالا دائما ليل نهار لا يفتر، الحمد، الحمد لله رب العالمين. هذا المعنى العظيم، هذا المفهوم الكبير من مفاهيم العبادة، مفهوم الحمد. وهذا شيء ضروري للمؤمن أن يفهمه أولا ثم أن يشتغل به ثانيا، لأن كثيرا من الناس يشتغل بالحمد لفظا لا معنى، بل يشتغل بنقيضه معنى وإن اشتغل به لفظا. وبيان ذلك وتفسيره أنه كاين كثير من الناس كيقول الحمد لله، مشتغل بالحمد باللسان، من ذلك صلاته، فهو يقرأ الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وفاتحة الكتاب في كل صلاة، ويشتغل بذلك عند نهاية طعامه وعند حصوله على نعمة ما إلى غير ذلك مما قد يشتغل به، وقد يستعمل ذلك على سبيل اللغو، يعني كيقول هذه الكلمة وما سيق لها أخبار، كيقولها والسلام، كثير كتحصل. ولكن هذا لا يكفي، لا أقول لا يكفي وحسب، بل هذا شيء فيه نوع من قلة الأدب مع رب العالمين بالمعنى الذي ذكرت، أي إذا كان فعاله وشعوره يشتغل بعكس المعنى، يعني هو من ناحية العملية ما كيحمدش الله عز وجل، كيحمده باللسان ولكن بالعمل لا. ولبيان هذا المعنى، لأنه معنى دقيق جدا، نمثله بمثال آخر في سياق آخر يشبهه وليس هو إياه ولكن يقرب لنا الفهم. مثلا كثير من الناس يزعم أنه يصبر، كيصبر، الصبر مطلوب، وصبر، وما صبرك إلا بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والحديثية. طيب، هذا كتلقى الإنسان عنده هذه الألفاظ وعنده هذه المعاني في الشكل وكيقول أنا كنصبر، ولكن من الناحية العملية حينما تصدمه المصائب عافانا الله وإياكم، لأن المؤمن كيطلب العافية هي الأولى والسلامة، فإذا حصل الابتلاء وجب أن يكون من الصابرين. طيب، فبعض الأحيان كنلقاو الإنسان المؤمن كيتكلم على الصبر ولكن من اللي كيتبتلى يشعر بالإحباط في نفسه وباليأس في إحساسه وشعوره، كيوقع له واحد النوع ديال الاضطراب في النفس دياله والارتباك في الحياة دياله، هذا ليس بصبر. الصبر هو واحد القدرة على امتصاص المشاكل بحيث كأن شيئا لم يقع. مثلا واحد عنده مشاكل مع الناس في عمل دياله ولا في شي شغلة من شغال، وكيقول أنا كنصبر. طيب، شنو هي كيصبر؟ ما كيردش على الناس، مزيان، هذه رتبة جيدة، ما كيردش على الناس كيعني يعني ما كيرد شيء شر بشر، فهو يصبر، ولكن بسبب ذلك صاب مرض السكر لا قدر الله، قال لك الناس داروا لي السكر، إذن هذا ليس بصبر، هذا ما صبرش، ماشي الصبر أنك ما تخرجش البارودة في غيرك وتخرجها في راسك، ليس بصبر، بل الصبر قلت هو قدرة على امتصاص الغضب، قدرة على امتصاص المشاكل، ما تحسش الداخل بأن المشكل مشكل. الصبر حينما تستطيع أن تفوض أمرك إلى الله وتحس بالراحة الداخل باطنا، هذا صبر، هذا الصبر. لما تكون المشكلة كما بغت تكون وأنت ثابت لا تتزلزل، أي ثبات؟ ثبات وجداني الداخل، عندك إحساس بالأمان وبالسلام وبأن الذي فعله الله هو الخير وما فيه إلا الخير، فأنت مرتاح لذلك الخير وتسأل الله عز وجل أن يعينك على تحمل الأذى. ما معنى أن يعينك على تحمل الأذى؟ أي تكون عندك قدرة وجدانية نفسية داخلية باش تتعامل مع الأذى كأنه شيء عادي، هذا هو الصبر الحقيقي، وضده الجزع.
ضد صبر الجزع، ما تحملش الإنسان المشكل فكيحصل له جزع داخلي. شحال من واحد هو الجزع له مظاهر، كاين اللي الجزع ديالو كيبان على فمه ويغوت، ولكن هذاك أسلوب من أساليب الراحة ديالو كيفوج على راسه. وكاين اللي عنده الجزع ديالو ما كيسيق له حد الخبر. شكون اللي سيقلو الخبر؟ هو النفس ديالو والقلب ديالو والصحة ديالو والأعصاب ديالو، هادوك سيقيل الخبر الجزع ديالو، ولذلك فهو يتمزق داخلا. وما هذا بصابر، هذا ماشي صبر، وليس هذا بصابر. الصبر هو لما تحس بالارتياح، الارتياح شيء عظيم جدا. صحيح أن الإنسان عند الابتلاء كيحس بالصدمة ديال البلاء، ولكن كتكون عنده قدرة لتصريف ذلك، كتقبط هذاك البلاء وتحوله من جهة اعتقاد الشر إلى جهة اعتقاد الخير. كذلك الأمر فيما يتعلق بالحمد. شحال واحد كيقول لك حمدين الله وشاكرينه، هو ما حمدو ما شاكرو. كيفاش ما حمدو ما شاكرو؟ ما حمدوش بالإحساس ديالو والوجدان ديالو والفعال ديالو. وما حمد الله، باش قلنا في البداية خصنا قبل ما نتكلموا على الاشتغال بالحمد نفهموا ما الحمد، شنو هو الحمد بعدا. ووجب، أقول وجب أن نفهم هذا. لما؟ لأنه صلاتنا، هذه الصلاة ديالنا، صلاتنا حمدون. وسورة الفاتحة مسمينها الحمد، اقرأوا بالحمد، أم القرآن فاتحة تدور على حمد الله رب العالمين. ومن هنا أحببت أن أتحدث عن هذا المفهوم متدبرا لكتاب الله عز وجل، أو نتعاون جميعا في تدبري وعلى تدبر كتاب الله. والمتدبر إذا تدبر حق التدبر أبصر إبصارا لآية الحمد. وإحنا نحاول أننا نشوف هذه الآية، وهذا هو أهم شيء في التعامل ديالنا مع كتاب الله عز وجل. هذه السورة التي نقرأها كل يوم 17 مرة على الأقل، إما أننا نقرأها بأنفسنا أو تقرأ علينا مع الإمام، فإننا إذن نسير بها إلى الله عز وجل. قلنا في البداية الحمد هو من بين الوسائل ديال السير إلى الله، من بين وسائل العبادة الأساسية، بل أساس العبادة، أساس العبادة قائم على الحمد. والحمد أدب مع الله عز وجل، واعتراف لله بالربوبية، اعتراف لله بالربوبية. النبي عليه الصلاة والسلام كل ما أراد أن يدعو ربه أو أن يخطب الناس إلا واستفتح بالحمد. كان كيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والمسلمين بعدهم صلاة الحاجة، اللي بغى شي حاجة تقدروا كيطلبها من الله عز وجل، كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه. وحمد الله والثناء عليه يقع بلفظ الحمد، يرحمك الله، يقع بلفظ الحمد وبكل ما فيه معنى التمجيد لله والاعتراف بوحدانيته. فقولك مثلا لا إله إلا الله حمد، ماشي الحمد لله رب العالمين فقط، ما كاين غير في اللفظة ديال الحمد لله. لا، صحيح الحمد لله هي أجمع الألفاظ للحمد، ولكن كاين في كل عبارات التسبيح والتفريد والتوحيد والتمجيد، كلها العبارات سبحان الله فيها معنى الحمد، لا إله إلا الله فيها معنى الحمد، كل عبارات الثناء على الله عز وجل فيها معنى ديال الحمد لله. والحمد يجمع الشكر والثناء، لفظة جمع. الشكر يكون على الفعال والثناء يكون على الصفات. شي حاجة إلا عجبتك من المناظر الجميلة كيفما كانت من أمور الطبيعة أو الناس أو أي شيء، ما غاديش تقول لها شكرا، هذا منطق اللغة كيرفضه، العقل ما كيقبلش. أش غادي تقول؟ تقول مزيانة، وتذكر جمالها وصفاتها الجميلة، هذا كيتسمى ثناء، تثني على الجمال والجلال. ولكن نهار هذاك الذي أثنيت عليه دار فيك الخير كتولي تشكره. فالشكر كيكون على شي حاجة دارت فيك، شي واحد دار فيك شي حاجة مزيانة، دار فيك خير، تقول له شكرا تشكره. ولكن ما دار فيك خير، ما دارش فيك شر، عجبك منظر ديالو عجبك وذكرته بكلام حسن، هذا كيتسمى ثناء. فنحن المسلمين يعني نثني على الله، علاش؟ لأنه جميل سبحانه وتعالى. إن الله جميل في الحديث الصحيح، يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، الأخلاق الساخطة يكرهها، فهو أهل للثناء كما في الحديث الصحيح، أهل الثناء والمجد. هو سبحانه بجماله وعظيم سلطانه وجلاله
الذي عرفه من خلقه يثني عليه، اللي عرف هذه الصفات الجميلة والجليلة في الله يثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. والإنسان مفطور، فطرة في الإنسان أن يثني على الشيء الجميل. اللهم إلا كان هذا الإنسان ماشي عادي، عنده شي عقدة نفسية، مريض، فهذا شيء آخر. ولذلك الحسد لا يكون إلا مرضا، شيء حالة طبيعية في الإنسان الحسد. أما الغبطة شيء حاجة كتكون مزيانة وكتفرح لها أنها مزيانة، هذه غبطة، تغبط أخاك المسلم على سلوكه وعلى ما أنعم الله عليه، وهذا الأصل في الإنسان وخاصة المؤمن المسلم. فلذلك إذا أثنينا على الله عز وجل بما له من جمال وجلال وسلطان وملك وعظمة وكبرياء سبحانه وتعالى، فذلك الثناء، احنا نثني عليه يعني كنذكره بالصفات الحميدة اللي عنده سبحانه وتعالى. لكن إذا شعرنا بالنعمة، حسينا بأننا كنا مكينينش ثم كنا خلقنا، هذه نعمة أعطاها لك، ثم كنت لا تقدر على شيء وقواك، خرجت من بطن أمك ضعيف ثم آتاك القوة من عنده سبحانه وتعالى، كنت فقير أغناك، كنت مريض أشفاك، كنت محتاج أعطاك، خصك تقول شكرا. هذا شكر، الحمد كيجمع بيناتهم بجوج. فإذا حمدت الله فقد أثنيت عليه وشكرته، شيء عظيم جدا. فأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين معناه أنك تثني عليه بجماله وجلاله بما هو أهله، ثم تذكر أنه خلقك وأعطاك وأنعم عليك إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فتكون من الحامدين. والحمد أعلى درجة من الشكر، ولذلك قال عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله، الحمد له عز وجل بما استحق وبما فعل، بدك الشيء اللي استحق من حيث هو جميل جليل، وبدك الشيء اللي دار فينا احنا المخلوقين عبيده نثني عليه ونشكره. إذن الذي لا يثني على الله ولا يشكره يعني ما يحمدش ربي، واحد في اثنين، إما أنه إنسان شرير كدير فيه الخير ويردو لك شر، ولذلك الله دار فيه الخير وكيردو له شر، هذا شرير. كيمكن يكون احتمال آخر، ما كيعرفش ربي، ضال. فاليهود المغضوب عليهم سمعوا وعصوا وقالوا سمعنا وعصينا، والنصارى ضلوا ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوه سبحانه وتعالى. ومن نعم الله عز وجل على المسلم أن أنزل إليه كتابا يعرفه بربه، المعرفة بالله كاين في كتاب الله ولن تجدها في غيره البتة. اللي بغى يعرف ربي حق المعرفة عليه بالقرآن الكريم، تم تعريف بالله بجلاله وجماله وحميد فعاله سبحانه وتعالى. فإذا كان أحد المسلمين لا يشكر الله ولا يثني عليه لا يحمد الله، فمعناه أنه جاهل بالله مع الأسف. يحتاج إذن، يحتاج ليجد معنى الشكر ومعنى الثناء أو معنى الحمد، يحتاج باش يتعرف على مولاه اللي خلقه. لأنك إن عرفته وأنت مؤمن به ستجد الرغبة جامحة في حمده، ماشي غير باللسان بل بالجنان قبل أن يكون ذلك باللسان، بالقلب. كيف يكون الحمد بالقلب؟ أنت حينما تستيقظ كل صباح، ألم يكن ممكنا ألا تستيقظ ذلك الصباح؟ بلى، شحال من واحد نعس شاتية هذيك إلى يوم القيامة، وشحال من واحد نعس وفاق لقى واحد الآلة من الآلات ديالو ما خدامش، يمكن يدو لا قدر الله لا تتحرك، أو رجلوه أو جميع بدنه أو بعض بدنه أو بصره أو سمعه. فإذا استيقظت صباحا ما واسترددت عقلك فرجع إليك، كتقد العقل ديالك يرجع لك، لأنه بنادم كيدوخ الصباح كينوض ما عرف راسه من رجليه، فإذا به كيستوي ويدرك ذاته. عجيب، راه واحد يعني واحد السرعة شديدة كتوقع سبحان الله العظيم في استرداد الوعي ديال الإنسان من بعد النوم. يوميا كيوقع هذا الشيء، يوميا بعد الاستيقاظ من النوم، ولكن لأن العادة كتقتل بنادم ما عندوش إحساس بهذه الأشياء الدقيقة في عالم النفس وفي أنفسكم، أفلا تبصروا. لكل إنسان في النوم دياله طبعا فقد الوعي دياله، ولما كيستيقظ راه بواحد السرعة عجيبة بحال البرق،
كيبدا يسترد الوعي ديالو. بعض الاحيان كيكون الانسان مريض او عيان او مسافر مبدل الفراش ديالو، كيلقى صعوبه في استرداد وعيه بالزمان وبالمكان، اش من وقت هو واش من بلاد هو واش من فراش هو ناس فيه. وهذه حاله ماشي سهله، ان الله عز وجل يسر لك الخليقه ديالك لانه خلقك في احسن تقويم باش تكون عندك امكانيه لاستدعاء وعيك، كطلب الوعي ديالك يجي وربي كيصيفطو لك سبحانه وتعالى يجيبك، وكان يمكن ان يمنعه عنك وما يعطيه لك، كيخليك لا قدر الله في عمى. بحال الناس اللي كيفقدوا الذاكره، نسال الله العافيه، ثم تحرك يدك وتحرك رجلك وتفرك عينيك وتلقى كل شيء خدام، آلات ديال كلها خدامة مشتغلة، حتى وحدة ما في عطب ولا في عطل. ثم تقول ألم تكن قد ميت ثم بعثك من بعد موات. بلى، والنوم درجة من درجات الموت وطبقة من طبقاتها، والاستيقاظ من النوم درجة من درجات البعث والإحياء وطبقة من طبقاته. كل يوم هذا كيوقع لنا، بل مش غير كل يوم، يعني في اليوم والليلة مرات، لأنه بنادم كينعس ويفيق أكثر من مرة. هذا فقط باش نحسوا بأن الله عز وجل يملك أمرنا ويخلقنا كل يوم، وهذا اللي بغينا نوصلوا له، يخلقنا كل يوم. صحيح أن المفهوم السائد عند الناس أنه خلقنا واحد المرة، لا، خلقنا نعم ابتداء، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا الخلق الأول. ولكنه جل وعلا لم يفتأ يخلقك أيها الإنسان كل يوم، كي خلقك دائما حتى تموت، عاد كتنتهي عملية الخلق ليبتدئ بعد ذلك الخلق الآخر وهو خلق يوم القيامة. كيف يخلقنا كل يوم؟ يخلقنا كل يوم سبحانه وتعالى بالإيقاظ من النوم والغفلة، هذا معنى. يخلقنا كل يوم سبحانه وتعالى بإمدادنا بالنفس، كل لحظة كنطلع النفس ونهبط النفس، وأنفسنا بيده سبحانه وتعالى. يخلقنا بإمدادنا بخفقات قلوبنا، الواحد بعض الأحيان كيتصنت الخفقات الدقات ديال القلب ديالو، إذا تأمل ذلك جيدا كيتصب واحد النوع ديال الفزع، كيخاف، يخاف الإنسان من دقات القلب. علاش؟ لأنه دقات القلب بحال الساعة ديال بنادم، وسبحان الله العظيم دقات قلب الإنسان معدودة. ولد فلان مذ خفق قلبه وهو جنين في بطن أمه، بدأ العد العكسي ديال الخفقات، عندك كذا وكذا من الآلاف أو الملايين أو العشرات والله أعلم مما عد لك من خفقات قلبك، لا تزيد خفقة واحدة ولا تنقص أو ما كيتسالوا. قال أحد شعراء العرب المعاصرين: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. عجيب فعلا، من الحكم التي تشد إليها الرحال كما يقولون، يخليك تحس أن القلب ديالك بحال الساعة. هذه الخفقات بالدمولانة اللي خلقنا يزودنا إياها، يعطيها لنا، وحينما يمسكها فهو يمسكها، لا مانع لما أعطى، لا أعطى لك ما كاينش اللي يقلع عليك، ولا معطي لما منع، ولا حيدها لك ما كاينش اللي يعطيها لك. ولذلك المؤمن يجد نفسه مملوكا لله الواحد القهار، مملوك ماشي ديال رسول. وهذا المشكل اللي كيوقع لنا، أننا كنساو نفوسنا وكيتهيئ لنا أننا ديال رسولنا، أنت ديال رسول، حر ديال راسي، ندخل فوق بغيت ونخرج فوق بغيت، هذا غلط. حتى واحد في الكون ما هو حر ديال راسه، كل شيء في الأرض وفي السماء مملوك للمالك الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. ما كتدخل شيء فوق بغيت وتخرج فوق بغيت، ولكن كتدخل بأمر الله وبإذنه، وكتخرج بإذنه، تتحرك بإذنه، وتنام بإذنه، وتستيقظ بإذنه، ولا شيء يقع في الكون إلا بإذنه. عاطيك الإرادة والاختيار لتتصرف في أمر حياتك، ولكن بإذنه سبحانه وتعالى. وفي هذا كلام طويل لا نفتحه الآن، نعود إلى ما نحن فيه. إحنا مملوكين إذن لله عز وجل، ونشعر أننا في حاجة دائمة لأن يخلقنا، وهو يخلقنا بعد هذا وذاك. هذا الشيء اللي تكلمنا عليه الجانب المعنوي الروحي، يخلقنا أيضا بالمعنى المادي الفيزيائي، كناكلوا ونشربوا، هذه التغذية اللي كتهبط للأبدان
تقوم بي. إما تنمية الأبدان بالنسبة لإنسان باقي في مرحلة النمو، هذا باقي في مرحلة الخلق وتتميم الخلق، أو في مرحلة تغذية الخلايا بعدما كيستوي البدن، لأن الخلايا في الجسم ديالنا كتموت وتحيا من جديد. لو أن الله عز وجل أوقف حاجة واحدة نمو أظفارك، مشكلة. شي واحد ما بقوش يكبروا لي أظفاره، واحنا يمدك بالأظفار ويمدك بالشعر ويمدك بالخلايا الباطنة والخلايا الظاهرة. لو أن الإنسان لا ينمو فعلا ولا يخلق كل يوم، لما يتجرح تقطع له الجلد دياله أو الطرف ديال اللحم ثم يبقى، ولكن الله عز وجل يخلقه مرة أخرى حيث جرح. ولذلك اسمه سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الخالق، اسم فاعل كيدل على أنه خالق في الماضي وخالق في الحاضر وخالق في المستقبل، فهو لفظ يدل على الثبات والاستقرار والاستمرار. خالق ديما، ماشي خالق كان وما بقاش باقي، ماشي فقط هو نقوله ودي خالق البارح واليوم وغدا راه خلق حاجة وكملها وبدا حاجة أخرى. أنت وأنا وكل شيء لا يزال مستمرا في هذا الوجود، فالله يخلقه كل لحظة. ومن اللي منع عليه عملية الخلق يعني أنه منع عليه الحياة وأماته، تمت سل الخلق دياله. حتى واحد ما عنده استعداد باش يقبل أن الله عز وجل يقطع عليه عملية الخلق، معنى ذلك أنه غادي يموت. ولذلك الإنسان عامة كيكره الموت، يكرهها، ولذلك سميت مصيبة لأنها كتقطع عليك عملية الخلق اللي بها أنت موجود في الحياة الدنيا. اللي كيحس بالحاجة لربي عز وجل، حس بالحاجة وعارف راه ما يمكنش يزيد لحظة واحدة في العمل دياله في الحياة دياله إلا به تعالى، هذا الإحساس هو الحمد. هذا هو الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تحمده سبحانه وتعالى لأنك في حاجة مستمرة إليه. طرفة واحدة العين ديالك ما تقدرش تجلس لراسك، لو تركت لنفسك لحظة واحدة لمعناه أنك قد فنيت وانتهى أمرك، انتهى. لا شيء يوجد في الكون إلا بنوره جل وعلا. كل شيء في الأرض وفي السماء من جميع الخلائق ذات الأنفس وغير ذات الأنفس، النباتات والجمادات والأحجار والأشجار والبحار، كل شيء، الملائكة والجان والنار، كل شيء، كل شيء مرتبط بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مرتبط بذاته سبحانه وتعالى، مرتبطون باسمه الخالق لأننا مخلوقون، مرتبطون باسمه الرزاق لأننا مرزوقون، مرتبطون بصفته واسمه أيضا مما ذكر في الحديث وإن لم يذكر في القرآن الشافي، لأننا نمرض ونشفى بإذنه. وجود ديالنا اليومي 24 ساعة مرتبط بأسماء الله الحسنى، المسلمون والكفار وكل الخلائق مرتبطين بأسماء الله الحسنى، علموا بذلك أو جاهلوا. لكن المؤمن عنده ارتباطات زايدة عن الكافر، المؤمن فايت الكافر بزاف طبعا، لا وجه المقارنة بينهم، فهو مرتبط باسم الله المؤمن، الكافر ما يعرفهاش وما عندوش لأنه كافر. وبغى ولا كره الكافر مرتبط باسم الله الخالق لأنه مخلوق أحباء مكاره، ومرتبط باسم الله وصفته الرب سبحانه رب العالمين، بغى الكافر ولا ما بغاش فهو مربوب وهو عبد كرها وإن لم يكن عبدا اختيارا. والمؤمن فايت الكافر بكونه عبدا كرها واختيارا، مش غير اختيارا كما يظنه البعض، لا، نحن عبيد لله وعباد له. إن القرآن كيفرق بين لفظ العبيد والعباد، العبيد ديال الناس كاملين بحال الكفار بحال المسلمين، وما أنا بظلام للعبيد، العبيد مخلوقين بالزز منهم مواطنين تحت القدرة الإلهية، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى الجميع. لكن العبيد لفظ عام في كل الخلائق، وقد يرد فعلا العبيد بمعنى العباد، لكن اشتهر لفظ العباد وغلب على الصالحين، فبشر عباد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلى غير ذلك من الآيات. فالغالب في استعمال العباد الدلالة على الاختيار، الذين يعبدون الله اختيارا، والغالب على استعمال العبيد الذين
هم مقهورون بعبادة الله، يعني مخلوقين بزز منهم. هاد العبيد مستويين فيه الكفار والمسلمين، والعباد غالبا ليس دائما يأتي دالا على المسلمين على الصالحين، وهو القاهر فوق عباده. هاد الآية جاءت دالة على الكفار وعلى المسلمين، فهو قاهر فوق جميع العباد. قد تأتي العباد دالة على الكفار وعلى المسلمين لنكتة ذكرها المفسرون، وهي أن الله عز وجل حينما يذكر العباد ويدخل معهم الكفار فمعنى ذلك أنه يحب خلقه ويريد لهم الخير. وشاهده قوله عز وجل في سورة ياسين: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذو الكفار، ولكن مع ذلك سماهم عباد، لأنه سبحانه وتعالى قال يا حسرة، هو لا يتحسر سبحانه، ولكن حكى موقف التحسر. يعني الإنسان من اللي يشوف الحالة ديال الكفر ويتأمل ويشوف أنه إلى النار يقول يا أسفا، مع الأسف هذا غادي الجهنم ما شاء الله، كيتأسف عليه. فالله تعالى حكى هذا الشيء اللي كيوقع لنفسية الإنسان البصير اللي كيعرف الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية، يتحسر الإنسان. فحكى الله هذا التحسر: يا حسرة على العباد. وهو القاهر فوق عباده هو من هذا المعنى، يعني لما تكون لفظة ديال العباد فهي لفظة ديال المحبة في القرآن الكريم، كتدل على الناس القراب لله أصلا، وبعض الأحيان يعطيها الأبعاد إذا أراد أن يذكر سبحانه وتعالى أنه يريد بهم الخير، ولكنهم هم ما أرادوا الخير لأنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن الكل مشتركون، مسلمون وغير مسلمين، الكل مشتركون في كوننا مخلوقين لله. وهذا المعنى حتى واحد ما يبغي يفقده لو أدركه، حتى الكافر ما يبغيش يفقده لو أدركه وأبصره حقيقة. ولذلك قلت وأعيد أن المؤمن يحمد الله أن بصره الله بهذه الحقيقة. الله تعالى وراك هذه الحقيقة، بصرك بها، فتحمد الله على ذلك. الحمد إذن كيدل على العبودية الاختيارية، وهي أرفع درجات العبودية. يعني أنت كتكون مزيان لما كتختار أن تشكر الله وتثني عليه، فتكون عابدا لله اختيارا، وهذا ما يحبه ربنا منا أن نعبده اختيارا. هو بغي مننا سبحانه وتعالى احنا نقرر أننا نعبده، أما العبودية القهرية فبلا ما تختار. هل تستطيع أن توقف جريان الدم في شرايينك وعروقك؟ ما تقدرش تحبس الدم ما يمشيش في الجسم ديالك، هذه عبودية قهرية مش لخاطرك. هل تستطيع أن تغير لون جلدك؟ هل تستطيع أن تغير من عمرك؟ هل تستطيع أن تغير من تاريخ ولادتك وسنة وفاتك؟ هذه رها عبودية هذه. فنحن عباد لله وعبيد الله قهرا بهذا المعنى هذا. ولذلك ربي عز وجل يقول لنا هذه المسلم الكافر فيها قد فهو باغي العبودية الاختيارية. قالت أتينا طائعين، هالعبادة. فحينما تختار أن تعبد الله بهذا المعنى فأنت حامد لله. وما يمكنش تكون حامد وأنت لا تعرف ربك، لا تعرفه بمعنى أنك لا تشعر بهذه المعاني. فرق كبير بين القول والمعرفة، بين أنك تقول الشيء وتعتقده ذهنا، فرق كبير بين هذه وبين أنك تعرفه. فباش نحمد الله حق الحمد نحتاج إلى معرفة. أعطيكم واحد مثال. كيمكن مثلا شخص من الأشخاص معروف بواحد صفة معينة، مهنة كتشوفه، يعني خذ أي مثال بغيت، شخص مثلا يعني بنى مسجد، دار واحد العمل، كيقولوا فلان هذاك بنى المسجد، أو طبيب موجود في المكان الفلاني، وراوه لك الناس، أنت شفته، أنت لا تعرفه، فوقاش تعرفه حتى تتعاشر معاه وتعرفه فعلا. وهذا يحصل سبحان الله في الحياة اليومية ديالنا، كتكون بعض الأحيان الناس اللي صحابك وقرب ليك مزيان وتعرف كيفاش كيفكروا وكيفاش كيحسوا، كتعرف فيهم هذا الشيء. دازت واحد المرحلة بينك وبينهم، في اللقاءات الأولى كنت كتشوفهم فقط، انت كتظن بأنك تعرفه ولكن ما كتعرفوش، انت كدوز واحد المدة ديال الاحتكاك عاد كتكتشفوا وكتعرفوا حقيقة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر الشاهدي، قال له هذا لا يعرفك إيتي بمن يعرفه. شي واحد جاي يشهد في قضية، قال له واش كيعرفك شي حد باش يزكيك؟ كيفاش غادي يقبل الشهادة ديالو؟ تزكية الشهود.
جاب واحد قال له أتعرفه؟ قال له أعرفه. مزيان؟ قال له مزيان. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له لعلك رأيته في المسجد يدين دين أو يهمهم؟ قال نعم. قال لا تعرفه. وضرف هذاك لجيش، قال له هذا لا يعرفك، إيتي بمن يعرفك. فإذن هو المعرفة العامة شكل، والمعرفة التجريبية، المعرفة ذات أو الحاصلة عن القرب. القرب، واسجد واقترب، قرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى آخر من المعاني ديال القرب. فحينما تقترب من ربك وجدانا لا مكانا، هو سبحانه وتعالى فوق المكان وفوق الزمان، تقترب من ربك وجدانا فإنك تعرفه، وبقدر قربك منه جل وعلا بقدر معرفتك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من اللي تعرفه سبحانه وتعالى ستجد حينئذ أنك تحمده حقا وصدقا، وتوجد اللذة في حمده وفي الثناء عليه وشكره. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلما خاطب الناس قال إن الحمد لله، هذه الكلمة الأولى اللي كان يبدأ بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحمد لله نحمده. عاد كيأسس عليها المعاني الآتية، ونستعينه ونستغفره إلى آخره ما هو معروف في خطبة الحاج. وكثير من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام تبتدأ بالحمد لفظا أو معنا أو هما معا. صلوات ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم تبتدأ بدعاء الاستفتاح، ومداره على الحمد. وحينما يرفع النبي عليه الصلاة والسلام من الركوع يحمد الله عز وجل ويفصل ويستطرد في الثناء عليه. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. هذه من عبارة الحمد العجيبة، يعني أنت يا ربي سبحانه وتعالى جدير وحقيق باش تحمد، لأنه الصفات ديالك سبحانه وتعالى والأفعال دياله سبحانه وتعالى تستحق أنه يتحمد، أهل الثناء والمجد إلى آخر الحديث. وقلنا أيضا في دعاء الحاجة، لما كيبغي المؤمن يطلب شي حاجة من ربي عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم وصاه يصلي ركعتين، ويقول في نهاية الركعتين لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك. جاء الدعاء بعد الثناء والحمد، يبتدئ بالثناء على الله بما هو أهله وبحمده، عاد كيجي الدعاء أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك إلى آخر الحديث. لا تكاد تجد دعاء من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقرنها الحمد أو سبقها أو لحقها وختمها، لأن الحامد هو العابد، العابد الحقيقي لا يكون إلا حامدا. والشعور بالعبودية، من اللي تحس باللذة ديال العبودية وبالرغبة في عبوديتك لله، فذلك هو عين الحمد، ومشي عبث أنه تجعل لنا فريضة أننا نحمد الله عز وجل في الصلاة ديالنا 17 مرة على الأقل، بلا سنة ديال الفجر وبلا سنة ديال الوتر. وما يسر لك من نافلة بعد هذا وذاك، الحمد لله رب العالمين، اللي هي أول لفظة في القرآن، أول لفظة في القرآن هي الحمد لله رب العالمين، كلمة الأولى اللي كتبدأ بها كتاب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. والقرآن كله من أوله إلى آخره يرجع إلى معنى الحمد. الشرائع ديالنا، تفاصيل ديالها، الأحكام ديالها اللي بها المؤمن عايش، العلامات ديالو باش كيمشي في الطريق، اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، الأحكام الخمسة اللي هما قانون السير ديالو باش كيعرف فين يمشي، ملي كي يحتكم ليهم ويخدم بهم، معنى ذلك أنه يستجيب للحمد، حمد الله حقيقة. أما الذي يردد ذلك لفظا بالآلاف، يخرج الآلاف ديال الحمد لله، وفعاله على عكس الطريق تماما، فهذا يستهزئ بربه، والذي يستهزئ بربه إنما يستهزئ بنفسه، نعوذ بالله. ولذلك خير لك أيها المؤمن أن تبحث عن معرفة ربك، خطوة واحدة في معرفة الله عز وجل، خطوة واحدة تعرف بها الله عز وجل، خير لك من عشرات بل من آلاف الكلام الذي تردده على شفتيك بلا جدوى وبلا معنى. ومن اللي تعرف الله حقا، كلمة واحدة تخرج من فمك كتكون تقل من الجبل في الميزان، تقل من الجبل في الميزان، لأنها حينئذ تنبع من إحساس ومن معرفة، عارف أش كتقول،
وعرف كلامك فين غادي وفين متجه. ولذلك فضل الله عز وجل العالم به على الجاهل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكرناها شحال مرة وقلنا راه ماشي العلماء ديول المعلومات، قلب على العبارات دقيقة باش ما نغلطش بإذن الله عز وجل في التعبير، إن المقام دقيق. ماشي العلماء ديال المعلومات اللي حافظين بزاف ديال الأشياء، ماشي هادو العلماء اللي تكلم عليهم. والدليل على ذلك أن الواقع يكذب هذا التأويل وهذا التفسير. حال من واحد عنده العطنان ديال المعلومات في رأسه وهو رأس الفساق والفجار، كيف إذن ما خشاش الله عز وجل؟ ليس من العلماء، باختصار ليس من العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء به سبحانه وتعالى، اللي عارفين له قدره سبحانه وتعالى. فحال واحد عنده بضاعة مجزاة من العلم، يعني غير شي بركة قليلة من العلم ديال المعلومات، ولكن كافيه باش يمشي في الطريق ديال الله عز وجل، وبه يستضيء لمعرفة ربه. وباب المعرفة بالله الوحيد بل الأوحد، ما عندوش اثنين، هو كتابه سبحانه وتعالى، القرآن هو كلامه جل وعلا. شحال موعد كيجي البالو دباء السنة، نعم، ولكن لما نتكلموا عن المعرفة بالله نقولوا القرآن، لأن القرآن صدر عن الله عز وجل، والسنة تبيان. فالمعرفة بالله السنة تبيان، كتوريك همنين الدز في القرآن. بحالش بحال واحد البحر كبير جدا، ولله المثل الأعلى، ذلك القرآن بحر كبير، ولكن البحر إلى ما داش قدامك واحد المعلم اللي عارف فين كاين التيارات الخطيرة، فين كاين السراطة، فين كاين الموجة الوعرة، فين كاين الحجر، فين كاين واحد اللي عنده خبرة بالطريق سلكها قبله باش تتبعه وتمشي وما تصطدمش بشي حجرة وما تزيغش في الفهم عن الله. ما تقدرش تخرق هذاك البحر وتوصل للشاطئ الآخر. ولذلك جعل الله لنا محمدا بن عبد الله هاديا إليه سبحانه وتعالى وسراجا منيرا، هو ذاك القنديل ديال النور اللي غادي قدامك كيوريك في ظلمات الصحراء منين تدوز. وإلا الصحراء الأرض فيها بحال كلها رملة، وإلا علمت الطريق اليوم الريح كتعود تديها غدا ما يبقى لها أثر. ومن هنا كانت السنة ضرورية، لكن لما؟ للسير عبر مسلك القرآن. راك يوقع واحد الانشراح في الدماغ لدى بعض الناس، كيتفرق له عقله على جوج، كيشد السنه وكينسى القران. هذا ما شد والو مع الاسف. الا مشيتي نفرقت السنه عن القران مشيت في الضلال، والا خديت القران بلا سنه مستحيل توصل، مستحيل توصل، لانه واحد في اثنين، اما انك تولي نبي وهذا غير ممكن، لان القران مجمل ما فيهش التفاصيل ديال الشغل ديال الخدمات التطبيقية الجزئية اليومية. الله عز وجل في القرآن قالك أقم الصلاة وأقيموا الصلاة، ما توجدش في كتاب الله بالتفصيل كيف تركع وكيف تسجد وأذكار الصلوات أصولها وفروعها، ولا كيف تصوم ولا كيف تحج ولا كيف ولا كيف، كيف كيفيات. السنة تبين لك الهيئة حركة كيفاش تخدم، ولكن القرآن هو الطريق إلى الله عز وجل، الطريق إلى الله عز وجل المضمون العواقب. حينما تستهدي بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جعله أمامك شيخا لك حقا وصدقا، فأنت واصل بإذن الله عز وجل. نعود إلى ما بدأنا به، أول درجات الانطلاق إلى الله عز وجل الحمد. هذا الشيء لاش ذكرنا الحمد، ماشي غير باش نذكروا المعاني هكذا وكان، لا بد من العمل. اليوم نسمعوا غدا نسمعوا بعد غدا نسمعوا، هذا السماع سيكون حجة علينا يوم القيامة. خصني نقرر اللحظة التاريخية اللي نبدل فيها حياتي أنا أولا وأنت وهذا وذاك، تبدل فيها حياتك من شارد عن باب الله تالف ليه بعيد على باب الله عز وجل إلى طارق لباب الله. فرق كبير بين واحد كيدق أبواب التوبة والاستغفار أبواب الرضا الرباني كل يوم، وبين واحد عطي الظهر للدين وغادي في مسالك الشيطان. والفتنة طبقات، كاين اللي واخده ديما، كاين اللي كتشدو وتطلقو تشدو وتطلقو، يجب أن تقاطعها، يجب أن تحاربها، يجب أن تخاف الفتن منك كما كانت تخاف من الصحابة الكرام. باش يمكن لك تدير هذه الخطوة التاريخية في حياتك، قرر أن تحمد الله
هذه البداية. هكذا بدأ آدم، وهكذا بدأ الأنبياء، وهكذا بدأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح أنه لما خلق ربي آدم سبحانه وتعالى، خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وخلاه ما شاء الله طين. ومرارا تكلمنا على هذا الحالة العجيبة اللي واخا تجلس حياتك كاملة تقولها وتعودها ما تشبعش منها، والله ما تشبع منها ولا تملها. وانت تأمل، وانت تأمل الطين، الطين كي تحول شرايين من الدم، الجماد يتحول إلى حياة، بل عجبت ويسخرون. الله عز وجل كي خطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سياق الخلق، إنا خلقنا الإنسان من طين لازب كي تلصق، لازب كي تلصق. فكأنه قال له شوف كيفاش تحول الإنسان الطين الجامد إلى حياة. إنا خلقنا الإنسان من طين لازب، عجيب. ولذلك قال له بل عجبت، أنت المؤمن كيجيك العجب فعلا من أمر الله. صحيح قالوا لها أتعجبين من أمر الله، نعم يعجب المؤمن أمر الله، ولكن كيعرف بأن القدرة لله، ولكن هما الكفار ويسخرون. فإذا عجب المؤمن من ذلك وحق للمؤمن أن يعجب من أمر الله لأن أمر الله عجيب، حينئذ لا يسعه المؤمن براسه المخلوق إلا الحمد. ولذلك من اللي ربي عز وجل نفخ الروح في آدم عطسة، في رواية قال الحمد لله رب العالمين. آدم أول كلمة خرجت منه الحمد لله رب العالمين. وفي رواية أخرى أيضا الحديث صحيح أن الملائكة اللي كانت كتشوف فيه في الخليقة دياله وتتفكر في ذلك وتحمد الرب عز وجل وتمجده على ذلك، لما شفت سيدنا آدم عطس عرفت بأن الروح عمرته ولا عنده عمران. ولذلك العمر سميته عمر ولا عامر، عمران معمور ليس خاربا ولكن معمور إلى أجل إلى حين. قالت له الملائكة احمد الله فسامع، إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمع فأجاب قال الحمد لله. قالت لي الملائكة يرحمك الله، ولت لنا سنة. علاش الحمد لله يرحمك الله؟ كان ذكر بها دائما لحظة الولادة من العدم إلى الوجود. ولذلك قلت هذه البداية ديال الإنسان، بداية كل شيء، وهي بداية العبادة من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللي بغى يبني راسه بالإيمان يحط الساس الأول الحمد والقرآن. أيها المؤمن القرآن أنزل ليبني الإنسان. أش هي مشكلتنا احنا المسلمين؟ مشكلتنا احنا المسلمين أننا طرف ديالنا رايبين، الكفار رايبين 100%، يعني الوجدان الديني ديال الكفر رايب، ما كاينش أصلا لا وجود له. المسلم راه مسلم ولكن بحال واحد لبني خارب طايح فيه طرف. ولذلك وجب أن نعيد بناء أنفسنا من جديد. الكفيل بهذا البناء هو القرآن الكريم. نرجعوا للقرآن الكريم، رأى كل واحد يمكن له يبني راسه بالقرآن الكريم، ويجب أن نبني أنفسنا بالقرآن الكريم الذي جاء كما قلت لبناء النفس وبناء المجتمع. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.